كتعرف شي 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 واحد سميتو عزيز من اسبانيا؟ هذا هو المشكل. عاد فكرات مسكينه وقطعات. لا هذه رجعت الكراطه. الو السلام عليكم. الو كتسمعني؟ كان سمعك. كنسمعك استاذ، انت لاباس؟ لاباس بخير الحمد لله. كي لاباس الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ يا سلامة شديدي. الله يبارك فيك، مرحبا بي. تفضل شكون معايا؟ معك عزيز من اسبانيا. مرحبا بك عزوز من اسبانيا. شحال السن ديالك عزيز؟ 25. 25 سنة، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ متزكية وساكنة في بني ملال. زكية في بني ملال. شحال السن ديال زكية؟ 21 سنة. واخا شحال نتوما على علاقة السي عزيز؟ قول هادي شي جوج سيمانات. جوج سيمانات وكنقول لك انت اللي كاين وما كاين ما احسن. انت اللي كاين. قلت لها بدي هو وهي بحال ما راه ما عندها شي واحد شايف. واخا شي المهم كتجاوب بواحد الطريقة بشكل. فوالا من حقها تعزز راسها. قول لي واش تلاقيتو ولا باقي؟ شني كاين؟ لا لا باقي. انا باقي ما غدتش. انت في اسبانيا وهي في كاين بني ملال. واخا اعطينا الرقم ديالها. الزيرو قيد. شنو فاهمين على الزواج ولا ايه؟ 99. ايه واش كاين شي؟ والله نروح انا ما فهمتش. الو السلام عليكم اختي زكية. زكية ماشي زكية. واش التليفون ديالك؟ التليفون ديالي. ولكن قالوا الناس سميتك زكية. قالوا لنا شي ناس حبابك يهضروا معاك متواصلين. على العموم نقدم لك نفسي، معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. مرحبا بك معنا اختي زكية، هذا الاسم اللي عطاونا. 21 سنة من بني ملال. معك سعيد خربوش. البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا يا زكية، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت اختي زكية؟ مرحبا. نيت عندنا لك مفاجأة مع عند الشخص هو اللي عطانا رقمك وعطانا اسمك باش نتصلوا بك ونهديوك هاد الهدية اللي عندنا وهاد الباك اختي زكية. على العموم ندخلوا معاك في المسابقة. انا غندخل معاك في المسابقة. على العموم البرنامج ديالنا هو مسابقة ديال سؤال وجواب. ربما شي شخص شاف المسابقة اللي عندنا على السوشيال ميديا وبغى يشارك حتى هو، وللأسف واخا شارك الهدية اللي فاز بها ما كيديهاش هو، كيفرض عليه قانون البرنامج يهديها الطرف الثاني ديالو كيكون كيعني له شي حاجة في حياته. هاد الشخص هذا ما قلنا له لما بغيتي تهدي هاد الكادو قلنا يا زكية يردوا الهدية البرنامج. انا غادي ندوزو لك زكية. اوكي ندوزو لك. وي استاذ باقي معنا؟ وي الصوت ديال زكية وادا للإشارة اختي زكية. هاد الشخص هذا كيأكد لنا بأنه بيناتكم واحد علاقة من مدة، هادي كتواصلوا مع بعضياتكم عايشين الحب والحياة السعيدة شي مدة طويلة. هادي هادشي اللي قال. ومن انا غادي ندوزو لك زكية. اوكي واخا. قال بيناتكم شي علاقة كتواصلوا مع بعضياتكم عايشين الحب والحياة السعيدة وربما كتلاقاو مرة مي كتجيبها الوقت. هادشي اللي قال وميطلع معنا على المباشر. قالنا يا زكية تستحق الهدية، يردوا الهدية البرنامج، وفي نفس الوقت بغى يعبر لك على مدى الحب ديالو او مدى اعجابه بك، او شوف التعبير اللي بغى يعبر لك على العلاقة اللي بيناتكم. تفضل يا استاذ. تفضل يا استاذ. اوكي بقى معنا استاذ. قول لي يا اختي زكية قبل ما ندوزو لك، ما عاد من توقعتي تكون جاية هاد الهدية في نظرك؟ ما عندك حتى شي علاقة؟ لا اطلاقا. شي حد كيعني لك شي حاجة في حياتك؟ الحب، العلاقة، والو؟ كتواصل معاه كذا والو؟
ما كتواصل حتى مع حتى شي واحد. يمكن يقدر يكون السيد غالط، بقى معنا. مرحبا. استاذ. كراطة. اسمع، قل لي شوف، قل لي واش عندك علاقة ولا لا، باش تشوف واش نادخل. والله هي قالت ما كتواصل حتى مع احد، يعني فوق هذا الشيء هذا ما كاينش. يعني لا كاين السي عزيز راه كاين، ما كاينش راه ما كاينش. زيد تسولك هذه شو شنو نقول، قول لها مدينه عندك علاقه. صافي، بقى معنا بقى معنا. شو شنو اختي زكية، نعم للاسف السيد كيقول لنا بيناتكم علاقه وانت كتقول ما كايناش. لا اختي زكية، عيب اللاتي وتبت معنا. واش بغيتي تسمع الصوت ديالو عاد تعرف راسك مع من عندك علاقه؟ لا، يعني لا عندك شي علاقة راكي عارفاها. عندك شي علاقة ولا ما عندكش؟ لا، خلينا على أصدقاء. ما كنظنش السيد غيدير هادشي كامل على ود أن وحدة كتعني له عي صديقة ديالو. دابا آخر سؤال غادي نسولك، أنت ما عندك حتى شي علاقة؟ ما كتواصل حتى مع شي حد؟ يعني قلبك خاوي. والبارود والبارود والبارود. سي عزيز نكرة زوينة هذه. يلا راه باقا ما كتسمعكش. يلا واحد جوج ثلاثة. الو، ها هو معاك اختي. الو، معايا سيتي ياك. صافي بالكراطة خويا، راه غلط راه. ايوا صافي لا غلط. اما شوف، اما كينا كتبت عليا في السمية، اما انا غلط كما قلتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع اسمع السعيد، ولينا لا حول ولا قوة إلا بالله. النكرة ما دابا كتقول ما كنهضر حتى مع واحد. لالا زكية، كتعرف شي واحد سميتو عزيز من إسبانيا؟ هذا هو المشكل. عاد فكرات. هذا هي. عاد فكرات، عاد فكرات مسكينة وقطعات. لا لا شو رجع رجعت الكراطة، ديك الكراطة اللي جرات رجعتها. هي معك، هي معك، هي كنت فات التليفون. يا ربي يا ربي يا ربي، هي معك، هي معك. دولي نسيتيني مرة. وراك انا غلط. ايوا صافي، شو ساي انا غلط الخا، والله الا انا غلط في المنظر هذا. صافي اخي سمحنا بزاف. انا غلط والله، وليد انا غلط، ما فيش شكون انا. عرفت، ولكن انا ماشي زكية، باش نكون واضح. انتي ماشي زكية، انا شكون انتي؟ انا ملي كنتي كتهضر معايا، ديك اللي كتهضر معايا شكون هي؟ انا قبيل باش هضرتي معايا. عاد قبيل سمي لك، باش كنتي؟ وحدة. انا وحدة وصلت. اموي عاد عرفني شي حاجة، عاد عرفني واحد 5 دقايق عاد عرفتي شكون انا. اخي سعيد هيا معاك، هيا معاك. دابا انسى البرنامج اختي العزيزة، انسى البرنامج وشوف السيد اللي كتهضر معاه هو هذا. الو، اسمعني اجي اش يقول لك بلاتي. اسمعني اسمعني، كتسمعني؟ كتسمعك كتسمعك. كتسمعني انت؟ ما عندك حتى شي علاقة، ما قلتيش شي انسان. انا ما عندي حتى شي واحد. وزيد 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 كنا كنهضر. دابا هانيت انا ماشي ذكية. ناري هي ذاك الراطة، واش شتينا هي ولا صاحبتها؟ نعم خيتها قطع. ودابا انت عزيز، عزيز هذا الصوت اللي كيتواصل معاك هو هذا؟ هي صح، هي هذه هي اما عطياني السمية مقلوبة، كما قال كما قالت قبيله انت ديك الهضره. هي صافي من الاخر، يعني عطيت هي عطيني سنين تقريبا. ودابا دابا هي تخرب. دابا واش عرفتيني انا شكون انا؟ لا بلاتي، اسمع اسمع، عرفتيني شكون انا؟ والله كان عرفتك انا. ولكن شنو سميتك انت؟ لا شنو سميتك انت؟ انا هاجر. شنو؟ هاجر. هاجر. ايه والله يهجرونك هاد الليله. ياس صراحة. اقسم بالله، انتي كذبي عليه في السمية، انتي كذبي عليه في السمية، والسيد عاد تعرفتي عليه هذه جوج سيمانات.
عزيز من إسبانيا. عزيز من اسبانيا من تطوان. كانت بعيدة صراحة. ايواك صافي، الحمد لله. سي عزيز، اخويا عزيز، انت تخبي خالد اخويا عزيز. ولي اسمع سعيد، ولي الله تحياتي لك السي عزيز، تحياتي لك اخويا عزيز، بسلامة. الله يصبرك، الله يصبرك، تحياتي لك يا حبيبي.